الذي تحدث عن التلفزيون يتحرر من بعض الحاجات البتاع. يعني انا برضو من ضمن الحاجات اللي ليا عليها يعني ملاحظات ولا يصح حتى بعد ثوره يناير، ان انا بيراقب عليا الجهاز المركزي للمحاسبات، ويراقب عليا الرقابه الاداريه، ويراقب عليا النيابه الاداريه، ويراقب عليا مش عارف التنظيم الاداري، ليه يا عم؟ ويراقب عليا مجلس الدوله، ليه يا عم؟ في ايه؟ تعالى بقى بعد اذنك نفس اللي بيقدم نفس الخدمه اللي انا بعملها، محطه سين او صاد الخاصه. ملهاش غير صاحبها، اللي يقول عليه صاحبها يمشي. مين ايسر في الحركه والتعامل والمرونه؟ سوري انا اسف، لما انتوا دايما في الصحافه مثلا تقولوا ايه؟ يا مسؤولين يا حكوميين نطالبكم دائما بالبعد عن الايادي المرتعشه واتخاذ القرارات، حضرتك ما بتنفعنيش انا بقول بس. وعايز اقول لك على حاجه للامانه، الاعلام لا ينتعش مع القيود. واوعى تفتكر ان القيود بس قيود رقابيه. اوعى تعمل، لا بالعكس، ده انت قد تكون عليك قيود ماليه واقتصاديه او بشريه تضعفك اكتر من بتاع، لان لو انت مهني شاطر ممكن تلتف على الحاجات والرموز ماشي وتعمل رسالتك زي ما انت عايز، لكن في قوانين تخالفها تروح سجن. قطاع الانتاج عليك انك بجد تضم جهاتك اللي بتنتج دراما دي في كيان واحد كبير، يعني صوت القاهره مش بتنتج دراما؟ قطاع الانتاج مش بينتج دراما، ما يتحدوا مع بعض، وفي شريك ثالث لينا اللي هو مدينه الانتاج الاعلامي. احنا اصحاب اغلب الاسهم اللي فيه، فلينا في جزء كبير، علينا ان احنا نشترك مع بعض ونعمل كيان كبير ينتج لنا كلنا. وفي رايي ان احنا يجب ان نعتمد دلوقتي على الكيف وليس الكم. انا مش بعمل عدد مسلسلات لان عدد العاملين عندي فيهم قد كده فانا عشان اعمل اباط، لا انا عايز اعمل 5 6 مسلسلات في السنة على مستوى عالي يشرفني ان انا ازيحهم على شاشتي، وفي نفس الوقت اقدر اسوقهم واعملهم ويجيب لي عائد، انما انا مش عامل 12 13 14 مسلسل علشان ايه رايك الدفاتر اهي زي الفل وعملنا خطتنا تمام التمام، ولو قلت لك بعد شهر هو احنا زعنا مسلسلات ايه؟ احنا ذات نفسها قيادات العمل هنا تقول لك والله ما انا فاكر كان اسمهم ايه اللي اتذاعوا عندنا؟ لانهم ازاي تاني؟ علينا برضو في الحاجات دي ان احنا لا نتحرر، ان احنا نشترك في انتاج مشترك مع كيانات كبيره من اللي بره، كله بيشترك مع بعض. ساعات تلاقي في التتر كده يقول لك مش عارف شركه ايه الخاصه مع شركه ايه، اتحاد كذا، قناه ايه مع شركه ايه بينتجوا العمل، ما نعمل كده، السوق كله بيعمل كده. راديو مصر مع شبكه النيل. ونزعم ونتمنى ونحلم ان باذن الله تعالى يسحبوا معاهم بقيه المحطات الاذاعيه زي الشرق الاوسط والشباب والرياضه يبقوا على نفس المسار. دول تحديدا هذا يعني املي فيهم كبير في الفتره الجايه ان احنا نزودهم يبقوا على نفس المسار، الشباب والرياضه واذاعه الاغاني. حاجه ثانيه بالنسبه للمحطات الاقليميه، وده نزعم ان احنا هنبتديها يمكن من 1/11 باذن الله تعالى عقب العيد مباشره. ان احنا هننشئ وحده تسويقيه في كل محطه تلفزيونيه اقليميه انها تعمل اعلانات الى حد ما متحرره من الاسعار ومن الشكل الاعلاني المتعارف عليه في كل واحده في اقليمها، بحيث انها تجيب دخل يساعد على انها تمشي امورها بيها. بالنسبه للقنوات الاقليميه احنا بنفكر لهم نعمل لهم جورنان يومي وكلام من ده، وهم يعني عمالين يفكروا هل احنا نعملها اصدار والكتروني ولا قال ليه هنعملها اصدار الكتروني فقط ليه؟ تمام. ليه؟ اللي انا اعرفه ان احنا عملنا لهم موقع الكتروني ده بناء على طلبهم. هم اللي عايزين يعملوا موقع الكتروني عشان ده بتاع الكلام، تعمل الموقع الالكتروني يقول لك هو انت هتخليه الكتروني بس وتوقف المطبوع؟ يا سيد الفاضل هكذا هذا المبنى للاسف. هتصدق ان احنا قضينا السنه عمالين الحقدوا القبضوا دول ما عملوش، اصل كان في خناقه هنا الحمد لله حليناها وكلام من ده، انما على ارض الواقع تقول لي على فكره ما حصلش اي حاجه في السنه امشي على طول. يعني وعلى فكره اللي عملها مره بتبقى سهله عليك. يعملها المره الثانيه، يعني حضرتك عندنا موقفين سابتين بس سوري في حته كبيره بين الاولاني والثاني، الاولاني لا هواده فيه. تمام. لا هواده. اللي هو اي يعني. حد يقول لي انت تعمل وما تعملش اعلاميا. تمام. شكرا والله الغني ايا كان. سوري الحاجة التانية ان انا ما هيحصلش تقدم، يعني ما نقدرش مثلا تقول لي بعد سنة التلفزيون ما اتطورش، الاذاعة ما اتطورتش، شكل هيكلة المبنى ما بقتش سوري فيها كده عملية اقتصادية بتاع، فانا يبقى ساعتها كاني بقبض وبقضي وقت وبقابل ناس ومع السلامة وكده، ده يسئني ان انا
ابقى مستمر لو الوضع كده باي شكل من الاشكال. ما فيش اي استغناء عن اي عماله مهما كان. بس للامانه لو انت شاطر عيد تدوير، شوف الحتت اللي بايظه فين وشغل ايه في النقص اللي عندك، ان شوف ناقصهم تدريب ايه واعمله لهم وكلام من. وعلى الناس بقى انها تساعدنا، يعني ما يبقاش انا مخليك وعاملك. بس انا بقول لك يا مصطفى معلش، انت محتاج على فكره شويه دورات متخصصه، لان انت شغال معيد وحاسس ان مستواك متواصل. ما تجيش بقى تتكبر عليا وتقول لي مين ده اللي يقيمني ومين ده اللي يعملني. لا، يبقى كل سنه وانت طيب. يعني انت ممكن تقول مثلا ان مش كل المحطات الخاصه على درجه واحده من النجاح، يعني معظمهم ناجح لكن بيتفاوتوا في درجه الشطاره والنجاح يعني كده. فاللي هتلاقي فلان اشطر من الشطار، لان هتلاقي عنده عنصر كده، مدير ناجح قوي هنا، سوري الكرو التحرير هنا كذا، اللي عند دول عندهم ميزه ان مثلا الكرو البرامجي على اعلى مستوى لكن الكرو الاخباري مش على نفس الليفل، وهكذا بتيجي الحاجات. لكن للامانه مثلا انا عايز اقول لك ان بعض الحاجات مثلا عندنا في يعني في الاعلام المصري، يعني انا شرفت ان يوم ما خدنا اللقطات اللي كانت على كوبري 15 مايو ونقلتها الدنيا كلها عندنا، انا ليا الشرف ان السي ان ان تطلع تقول ان هذه اللقطات احرجت اوباما في البيت الابيض.